ازيك يا بشار؟ اهلا يا اما. خد يا حبيبي. يا بنت كبرتي وخرات البنات خرتت. ازيك يا حبيبتي؟ خد يا حبيبتي. اهلا يا منوره. حمادتك بتحبك تعالي اقعدي كلي. لا يا اختي انا مش جايه الضايق، انا جايه اخلي تليفون اخوكي وجايه اكل معايا. يا اما هو انت كل مره تجيبي اكلك معاكي؟ انا حالفه ما اكلش عندك وانت عارفه ليه؟ طب خلاص عشان العيال. ما هي ماما ست بوش واحده، امال ابويا بيقول عليها بوشين ليه؟ انا بوشين انا؟ ده هو اللي بميت وش. معلش يا ابني خضيتك وانت ما عندكش ذنب. ده ابوك قال كده يا واد يا كذاب؟ ايوه يا اما وانت اتخانقتي معاه. طب اتنيل كل وانت ساكت. اجيب لك شويه دقه يا اما؟ لا يا اختي جيبيها لنفسك. اتصل بقى يا ابني خلينا اغور من هنا. قوم يا بنت انت وهو قوموا. بالمال انا ما عملت حاجه. ابو تسموه بعد ستكم ما تمشي. يلا لسه محرج عليك الدين انت وعيالك. يما بقى طلعيه من دماغك بقى يما. مش قادره ادي عليه عشانك وعشان العيال. اقول ايه؟ هنتفها لفوق هتنزل في عبينا، هنتفها لتحت هتنزل في حجرنا. اخوكي. الو. ايوه يا حبيبي. ايه اصله ده؟ ده واحده ست. توريني كده. الو بتتكلم خواجاتي. الو اللي سوري سوري ده؟ ليه يا مرات عادل ياما؟ قولي له ابن الكلب الواطي ده ما جاش يكلم امه ليه؟ قولي له ان انا مش عايزه اكلمه ولا عايزه اسمع صوته. الو الو الو. مالك ياما؟ لا ليا بخت لا في وهاد ولا في بيت. تلاقي عادل مشغول ياما انت عارفاه؟ دي مكالمة في الشهر وأنا داخلة على 14 بس ما عدتش حس. الوقت خلاص نسيه. ياما ما تقوليش كده، عادل عمره ما هينساكي. هو أنا نصيبي كده؟ أبوكي قال إنه مش هتصل، أنا اللي ما صدقتوش. القصد أما أقوم أمشي. ماشية رايحة فين؟ خليكي قاعدة معايا والنبي يا أمي. سيبيني على راحتي يا بنتي. طب أجي أوصلك؟ لا يا أختي خليكي قاعدة مع عيالك. بكرة إجبار وتشحتي الساعة اللي هتقعديها معاكي.